انا دلوقتي هبدا بسخن جريل عندي، وعايز اعمل وصفه تانية سريعه لاي بقى سندوتشات. ممكن احطها على مكرونه مسلوقه، ممكن احطها على رز ابيض، ممكن اكلها في السندوتشات. تعالوا كده نشوف الوصفه دي تعمل وتتاكل مع اكتر من حاجه، لو هي حاجه سريعه في البيت او للعشاء او للغدا بسرعه. طيب عندي الفاهيتا، فاهيتا الدجاج هنعملها بطريقه سهله وبسيطه. عندي صدور دجاج بقطعها شرايح لطيفه، وعندي فلفل الوان شرايح الاخضر والاصفر والاحمر، عندي بصل متقطع شرايح رفيعه، وعندي زيت زيتون، عندي ليمون، عندي شطه وكمون، وكمان عندي بابريكا وملح وفلفل. انا بقى ايه نقولهم مره كمان. طيب انا عندي كالاتي، عندي صدور دجاج، عندي فلفل متقطع الوان، وعندي كمان بصل شرايح، عندي زيت زيتون، عندي ليمون عصير ليمون يعني، وشطه دي حسب الرغبه، كمون، توم باودر، عندي كمان من البابريكا، عندي ملح وفلفل. تقدروا حضراتكم تستخدموا اي حاجه انتوا حابينها من التوابل او المنكهات دي. طيب انا دلوقتي هبدا بقى اعمل اول حاجه، بسم الله، هاخد كده بس عصير الليمون، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط نقطتين على الدجاج، بسم الله، نقطة كده من عصير الليمون هغلف فيها الايه كده، بسم الله، وهقلب تقليبة حلوة بعصير الليمون. الأول الصدور اللي احنا قطعناها شرايح دي كده، وبعدين هنبدأ ننكه الدجاج ده بشوية منكهات. نبدأ بقى في البابريكا، نحط بقى الثوم الباودر، رشة بسيطة من الكمون، شطة حسب الرغبة لكن هتدي تيست حلو، ممكن ربع معلقة كده، البهارات طبعا بتاعة الدجاج، وبعدين هاخد رشة الملح والفلفل، شايفين ازاي؟ وكمان هنحط رشه من الفلفل، بسم الله. وتعالوا بقى نقلب كل الحاجات دي الاول على خليط الدجاج عشان تدي طعم حلو كده للايه للنساير بتاعه الصدور دي. اللي عايز يخلط مع الفاهيتا مثلا الاوراك او الجزء الاحمر من الفرخه مفيش مشكله، على انه ساعات قطره بس هي تطلع حلوه مظبوطه. بصوا كده شايفين، هنقلب بقى كده عشان ايه تثبت عليها ونسيبها شويه. طبعا عصير الليمون ده بيدي مزازه بسيطه وجميله ومطهر ومعقم للدجاج برده. تعالوا بسخن الجريل بولعه، يعني لازم يبقى سخن جدا جدا علشان لما تنزل تاخد صدمه عشان ما تنزلش ميه، ما تعملش سوائل. طيب هبدا بقى اخدها كده بس ايه معايا، بسم الله، انا مجهزه صدر هنا اوريكم برضو انا قطعته ازاي. انا بحب الصدور الكامله شويه لانه لما انا بقطع الصدر كامل وهو على سمكته بيديني الوصفه بتطلع معايا الصدر مش ناشف، لو انا خليت حد يقطعه لي وهو رقيق قوي هينشف. فبصوا التخانه دي مهمه، هوريكم ازاي هنقطعه. بصوا سخنت قوي، قبل بقى ما اعمل اي حاجه هاخد نقطه بسرعه من الزيت وهروح بسرعه، بسم الله، منزله الفراخ. بصوا شايفين اهي، مش هعمل اي حاجه، عايزه اسيبها تاخد الصدمه لحد ما هي تتغلف وتعمل الطبقه دي تطلع معايا بسهوله اهو، شايفين ازاي. كل بقى ما هبدا اديها كده بالمعلقه على بسيط، هتبدا مش عايزه اجي عليها، اسيبها لما تتغلب صح وبعدين تطلع معايا بسهوله اهو عشان ما تتنثرش مني وتبوظ. هروح مقلباها هتظبط معايا. تعالوا بقى ننزل شويه منها، نجهز هنا البصل، وطبعا انا ما خدتش كل الكميه اللي انا حطاها في التوابل لاني هضيف شويه بعد ما اضيف الخضار، وده ليه؟ علشان الخضار كمان ياخد او البصل والفلفل ياخد من طعم الفراخ. بصوا شايفين؟ اوكي شايفين؟ اوكي بصوا، اول ما بدات بقى اقلبها طلعت معايا ازاي؟ هي خلاص عمل وما لزقتش في الطاسه، ليه؟ لانه انا سبتها لما عملت طبقتها
وتماسكت وبعدين رحت مقلباها اهو، شايفين ريحتها روعه بصراحه، شايفين ازاي كده. هبدا بقى احط هنا شويه من البصل، بصل بقى عايزين تستخدموا البصل الابيض اوكي، البصل الاحمر ماشي، بس هو الابيض بيبقى حلو معاها، احمر غالبا بيبقى حلو قوي مع السلطات، مع الحاجات اللي احنا مش عايزين فيها نكهه البصل قويه قوي، علشان يعني ايه الابيض ده بيبقى دايما للطهي للحاجات اللي احنا ايه فيها نكهه قويه عايزين نشعر بيها كده. هنبدا بقى ايه نقلب تقليبه، وهوريكم برضو لو اذا نزلت ميه ايه الحل تعملوه ازاي، وتعالجوا القصه دي ازاي لو ظهرت معاكم. هاخد شويه بصل كمان، وهنحط بقى شويه الفلفل كمان الالوان، ناخد شويه من الفلفل الاخضر، شويه من الفلفل الاصفر، والفلفل الاحمر، شايفين ازاي جميل جدا. واو يلا بينا تعالوا بقى، وانا هنا مش انا ضفت الخضار، اسمحوا لنا بقى نضيف شويه من التوابل اللي احنا ايه نصنصناها، حطيت جزء مع الفراخ، هحط الجزء الثاني مع الايه الخضار او البصل والفلفل الالوان، بهارات الدجاج، الكمون ما حطيتش منه اكتر من نص معلقه، ما بنزودش من الكمون، بصل الثوم الباودر، رشه بسيطه من الايه الشطه، ده اختياري، وطبعا رشة ملح بسيطة ورشة فلفل بسيطة اهو. هنقلب بقى تقليبة حلوة كده، بسم الله الريحة روعة. هسخن انا بقى طاسة تانية هنا، اللي عايز بقى يدي معلقة كاتشب يدي، اللي عايز يدي معلقة من مثلا باربيكيو مثلا صوص، ممكن معلقة اللي تحبوه زي ما انتوا عايزين، بس عايزه اقول لكم بصوا، وبعدين عايزه اقول لكم على حاجه، لو انتوا ما عندكوش التوابل دي كلها ومش حابين ان انتوا جيبوا، في اكياس توابل بتتباع جاهزه في السوبر ماركت مكتوب عليها توابل فاهيتا، حطوها بس مع الملح والفلفل وخلاص، هتطلع رائعه، هتطلع رائعه، شايفين ازاي. انا الطبق ده مع مجرد انه يطلع معايا هقدمه مع مكرونه مسلوقه مفيش مشكله، هقدمه مع رز ابيض جاسمين رايس ماشي، هقدمه مع ساندوتشات عيش فرنساوي مفيش مشكله. تعالوا بقى نشوف احنا هنقدمه ازاي دلوقتي، يلا بينا. انا هنا عندي كده من العيش الفرنساوي، لا وهبدا اطلع منه علشان اجهز للساندوتشات. قلب هنا، هو هسخن بقى طاسه تانية، بصوا الصوص هنا بسيط ازاي هيبدا ينشف معايا، هو ده اللي بيسوي شويه الفراخ ومن غير ما تكون عامله صوص كتير في البان او في الجريل تحت اهو، شايفين مش عايمه بقى في الميه، لا عشان تديني النكهه الحلوه دي. هو اصلا الفاهيتا ليها كده اطباق من الزهر لطيفه جدا، بتتقدم على قاعده خشب كده ساعات بتتباع، في ناس بتحب تجيبها في البيت بتبقى شكلها لطيف في التقديم، ودايما بتطلع فيها الدخان بتاعها المميز جدا. انا هسخن جرال تاني هنا علشان ايه، او بان تانيه هسخنها اديها تشاك تانيه هنا عشان تنشف قوي، ونقدمها بقى في الساندوتشات. اهم حاجه ان هي تبقى ليها تاست حلو، ما يبقاش فيها صوص كتير يضايقنا واحنا بناكل. طيب هنبدا بقى ناخد كده ونفتح ممكن من العيش بتاعنا ده شويه اوكي، ده بصوا ده ده، شايفين شايفين ازاي جميلة ريحتها تجنن. طيب انا قطعت الصدر ازاي، قطعته بطريقة تقليدية جدا عادية جدا، بس خلينا الاول نقطع العيش وبعدين هوريه لكم.
باخد الصدر ده اتنين يعني بفتحه بالنص وبقطعه كده شرايح بالجنب بس، ما بعملش حاجة اكتر من كده علشان انا في الاخر عاوزة اهو، والعيش اهو بفتح بس من هنا. طبعا اي نوع عيش بقى انتوا عاوزينه كل واحد حر، في ناس تحب تعمل ده في التورتيلا مثلا ممكن تعمله، احنا هنعمل دلوقتي العيش التورتيلا وهنقدم زي ما انتوا عايزين. ممكن بقى كده في كمان العيش ال ممكن يكون هو فتحه لي محمد. طب تمام، خليني بس اتاكد انه مفتوح ولا لا عشان ما ابقاش بفتح في جزء تاني. تمام احنا فاتحين اهو، اوكي دن، تسلم ايديكم. تعالوا بقى نعمل بقى الساندويتشز، بس قبل ما اعملها كل مجموعه هاخدها هروح منشفاها هنا، هوريكم ازاي دلوقتي. ممكن ناخد واحده تانيه من السبونز دي، هاخد كده طبعا بيبقى الجريل احسن، واسع بقى على النار اهو شايفين ازاي. شايفين بنشفها ازاي؟ شايفين ازاي؟ اهو يلا بينا نشفت تماما، انا مش عايزه حاجه غير اني احطها في الساندويتش. يلا بينا يلا بينا اهو. واو ناخد بقى كده ساندويتش ساندويتش ونبدا نحط فيه. بسم الله كده مع بقى بطاطس ويدجز مع اي حاجه انتوا حابينها للولاد هيستمتعوا بيها جدا، عشاء غدا حاجات سريعه على البلاج مفيش اي مشكله خالص. بس ارفع دي هنا من على النار معلش كده. شايفين ازاي؟ شايفين اهو يلا بينا بسم الله. تسلموا حبايبي اهو، وناخد واحد كمان. احلى حاجه الفاهيته دي، وهنشف على ده. انا عايزه البني ده او اللي نزل من الفراخ ده العصاره بتاعتها يفضل موجود في البان زي ما هو. شايفين كده؟ اوكي يا حبايب قلبي اهو يلا بينا. شايفين انا هعمل واحد اخير وشكرا. انا بقى